بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تكملة التسلسل في الجداول المختلفة في الوورد تلقائيا. معنى الكلام ده إن عندنا جداول مختلفة في الوورد، في صفحات مختلفة. هو أصلا الفيديو ده هو إجابة لسؤال وصل لنا من أحد الأعضاء الكرام، بيقول أنا عندي قوائم في الوورد كتير، 20 30 صفحة، ماشي، فيها قوائم، والقوائم دي كل صفحة فيها جدول، والجدول مش جدول واحد كبير، لا، ده كل صفحة فيها جدول، والجداول دي طبعا متباعدة عن بعضها. وفي نفس الوقت أنا عاوز أعمل تسلسل للقوائم بتاعتي دي، تسلسل تاخد نفس يعني تسلسل بيكمل ورا بعضه، ولو حصل وحذفت حد من أحد الصفوف أو كده، أو أضفت أحد الطلاب أو أحد العملاء أو غيره، التسلسل ده ما يحصلوش أي لخبطة ويظل منتظم. ده اللي هنحاول نجاوب عنه في الفيديو الحالي، وأيضا مرفق ملف العمل موجود في وصف الفيديو، تقدر تحمله وتستفاد من المعلومة اللي فيه. الكلام ده طبعا يكون سهل جدا في الإكسل لو هتعمل التسلسل كده وتعمل يعني تكملة تلقائية أو فيل أوتوفيل أو كده يعني، فهيملى التسلسل معايا بدون أي مشاكل. ولكن في الوورد عايزين نعرف نحل المشكلة دي إزاي. طيب، لو نفترض إن احنا عندنا القائمة اللي معانا دي اللي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8، ده الجدول الأول، مهما كان هو في الصفحة 2، ده في الصفحة الأولى، ده في الصفحة الثانية، الجدول الأزرق ده 9 10 11 لحد 16، وبعد كده الجدول الثالث في الصفحة الثالثة. أنا عملت النموذج ده علشان نشتغل عليه يكون قريب، يعني شايفين الجداول كلها معانا في نفس الصفحة، ولكن دي جداول مختلفة، يمكن تطبيق طبعا نفس المعلومة على صفحات مختلفة. خلينا نحدد هنا مثلا الصفين دول، الصف ده والصف ده، خد بالك الجدول ده بينتهي ب 8، وده 9 10 16 وهكذا. انتبه ليه ده، انا هحذف الصفين اللي فيهم 4 و5 دول. انتبه، الان هروح كده ممكن كليك يمين هنا واقول له حذف الخلايا، فبيقول لي انت عاوز تحذف، انا هحذف الصف بالكامل، الصفين دول، ايوه هحدد ده كده واقول له موافق. انتبه كده، كتب لي هنا 1 2 3 4 5 6، انا حذفت 4 و5 اصلا، 4 5 6، وهنا كمل لي 7 8، هنا كان بيبدأ ب 9، مش كده؟ طيب خلينا نحذف، خد بالك ده بيبدأ ب 7 وبينتهي ب 14، خلينا نحذف 10 و11 دول وبينتهي ب 14. خد بالك هروح بقى احذف بطريقة تانية من هنا من ادوات الجدول تولز من تخطيط لي اوت، واختار حذف صفوف اهوت. هنا حذف الصفين وظل المسلسل منتظما. ازاي نعمل الكلام ده؟ ده الاجابه عن السؤال. طبعا انا اسف ان يعني اسهبنا شويه في الشرح، ولكن عرض المعلومه ده شيء مهم جدا. طيب نبدا. انا حذفت كل الاعدادات اللي كانت في الثلاث جداول ورجعت لكم تاني، عملت ايقاف للفيديو وحذفت الثلاث الاعدادات دي او الكلام اللي كان مكتوب ده. والحل مباشرة في ان انا هحدد العمود اللي في الجدول الاول اللي فيه المسلسل او التسلسل او الترقيم، وهضغط على زر كنترول من لوحة المفاتيح، وهحدد الصف اللي فيه برضو المسلسل او التسلسل اللي انا هكمل فيه، يعني هنا 1 2 3 4 10 15 16 كده، ماشي. وبعدين هحدد وانا ضاغط على زر كنترول، لسه ما رفعتش صباعي من عليه، زر كنترول من لوحة المفاتيح، واحدد الثلاث صفوف بالطريقة دي في الثلاث جداول. وبعدين هروح على الصفحة الرئيسية في الوورد، انا شغال في الوورد، الصفحة الرئيسية، ومن الصفحة الرئيسية في اول جروب معايا ده الحافظة كليب بورد، والجروب التاني اللي هو خط فونت، والجروب التالت اللي هو فقرة او باراجراف. هنا في حاجة اسمها ترقيم نمبرنج، هذا هضغط عليه مرة واحدة بس، أو ممكن تضغط على السهم الصغير ده وتختار نوع الترقيم اللي أنت عاوزه، وليكن 1 2 3 ده، أو 1 2 3 وبعدها قوس، يعني الخط اللي أنت عاوزه أو الحاجة اللي أنت عاوزها، خلينا نختار ده مثلا، ماشي. هنا هتلاحظ إن كاتب معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 10 11 12 16 17، يعني كمل هنا. مع العلم ان دول جداول مختلفة ممكن يكونوا في صفحات مختلفة، ولو حذفت، تعالى نحذف كده، تعالى نحذف مثلا 12 و13 دول من هنا كده، و14، جدول ده اخره 16 وده بيبدأ ب 17، فانا هحذفهم كده. لاحظ ايه اللي هيحصل، حذف صفوف
انتهى هنا ب 13، كمل معايا 14 15 16. ولو ضفنا هنا بعض الصفوف كده، بص خد بالك في العلامة دي بتعمل إضافة صف. بص ايه اللي هيحصل بين 3 و4، الجدول ده اخره 8، خد بالك اهوت ضاف لي 4 هنا والجدول بقى 9، وده بقى بيبدأ ب 10 11 12 13 14. هنضيف هنا بعض الصفوف ايضا هنا كده 15 16، وده بيكمل معانا. طبعا دي هي الإجابة المباشرة عن السؤال اللي وصل لنا، ويعني بنتمنى إننا نقرأ اسم حضرتك في التعليقات وتكتب لنا تعليق داعم ومحفز ومشجع للاستمرار وتقديم الأفضل إن شاء الله. شكرا لمشاهدتكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.